الإمكانة ديالو، ما كانت نوعها سواء فكرية أو أدبية أو جسمية أو غيرها، فهو يعطي الكثير. المناسبة اليوم هي مناسبة تنظيم هذا اللقاء التواصلي اللي حضرته مجموعة من وسائل الإعلام من أجل التعريف بأهمية الدور الذي تلعبه المنظمة العلوية في خلق فرص التكوين والتعليم والتأهيل والتشغيل لفائدة هذه الفئة من المواطنين المصابة بالإعاقة البصرية. يتزامن هذا اللقاء اليوم مع احتفال المغرب باليوم الوطني للإعاقة الذي عقدته المملكة في 30 من مارس من كل سنة، وهي مناسبة شكلت فرصة للتعرف على نموذج من نماذج المعاهد التعليمية اللي هو معهد محمد السادس هنا في التميرة، والذي يعتبر من أحسن المعاهد ماشي على مستوى الوطني فقط، بل يمكن يعتبر أحسن معهد على مستوى إفريقيا من حيث الإمكانيات والظروف ومن حيث أيضا الهندسة ديالو. وهي مناسبة لانطلاقة جديدة في عملية التواصل مع الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام وطنيا وجهويا من أجل إبراز إمكانية الكفيف. صراحة بالنسبة للصعوبات كاين شوية عندهم بالنسبة للكتابة، مثلا كاين اللي ما كاين اللي كيفقد البصر حتى كيكبر وما تيكونش عارف طريقة البرايل، يعني هذه وحدة مشكل. وكانوا مشكل، كان عندنا مشكل ديال الآلات، دابا عاد تحل، عاد ولينا كنخدموا بالآلات هكا الآلات الموسيقية. وكان عندنا مشكل في الأول ديال القاعة، دابا الحمد لله هذا العام عاد شوية تحل المشكل، حيت كنا كنخدموا غير في الأقسام، يعني كنلقاو ملي كنبداو نغنيو كيتشكاو منا الأقسام أخرين. دابا الحمد لله هذا العام عاد تحلينا هذا المشكل بعدا، ولينا جينا هنايا لقينا الفضاء واسع الحمد لله، ولقينا فين نشتغلوا. واللي كنشهد عليه انايا بعد طيله اكثر من ربع قرن وهو المجهود، ولا هو جميل ولا وحابي احد، المجهود اللي كتقوم به المنظمه من اجل التربيه والتعليم للمكفوفين. والحمد لله الظروف كانت ماشي سهله في البدايه، كانت صعوبات كثيرة، لقيت صعوبات كثيرة. المنظمة حاولت مع جهات أخرى بفضل شراكة مع وزارات أخرى، وصلت باش يكونوا عندها فروع مهمة يقراو فيها. دابا العدد ديال الفروع 13، أغلبهم فيه من التحضير حتى البكالوريا، وكتبقى المواكبة في بعض الأحيان حتى على مستوى الجامعة، بحيث دائما كيخص الطلبة يبقاو بالمنحة ديالهم مثلا حتى في حالة تكرار إلا ما احتضوش المنظمة كتدخل، لأن كاين قانون ديال الرعاية كتعتمد عليه، كان عندهم الأولوية بظاهر حتى هو قانون الرعاية ديال فاقدي البصر كليا أو نسبيا، عندهم الأولوية دائما في المأوى في الكليات. والحمد لله دابا واحد العدد كبير ديال الموجزين في جميع المستويات، في اللغة العربية، في اللغة الفرنسية، في القانون. الحاجة الأولى اللي مستني واللي أثارت انتباهي هي الإرادة ديال فقد البصر، إرادة باش يتحرك باش يتعلم باش يوصل باش ياخذ الشهادة باش يتكون باش يكون حتى هو مسؤول ويساهم بحاله بحال الاخ ديالو المبصر. المنظمة تتوفر على 13 معهد تعليمي.